بدري راحوا سكنوا البلدية، احنا ما سكنناش بلدية. يعيط لهم ورئيس الجمعية ونعرفوا واللايف كاين والمير تاعهم كاين، يهز المير ويهز السوبريفي ويطلع للوالي يعيط لهم، يعيط لهم الراديات ويلبي له المطلب. لبالو نص 1500 لبالو نص. خليه عاود له وقفة الخميس هذا بعد ما خرج التخصيص شي التخصيص قالوا نص يعاود يعيط لهم الديجي وبحضوري وكاين التسجيلات نعاودوا الوقفة يعاودوها في الخميس يعيط له ويقول له ما تزيدش تهدر عليها في الجمعة في الليل والسبت الصباح يخرجوا البقية ديال لافيكتاسيون تاعهم وبقات له جثة صغير البارح وانا معاه عاود له وقفة واحدة أخرى 1500 علمي سكن في العلمة ما دخلها حتى براني وما خرجوش منها. هل هما جزائريين؟ هل هما عندهم إعلام كما تاعنا؟ هل هما عندهم دستور؟ هل هما عندهم كارت سوسيال؟ هل احنا من بلاد واحدة أخرى ما جزائريين؟ ليه ما رافقتونيش يا سيدي الرئيس؟ لازم تشوف الرئيس يا سيدي الرئيس قداش المرة وتشوف دايرة قداش المرة بالحضور كنت أنا وياك في المجلس تما وقال لك ما تكتب لهمش، قال لك عمرك شاف دايرة قال لك ما تكتبلوش، قلت لك هيا رافقني روحوا للمير، قلت لي ما نرافقكمش، قلت لي ما نروحش، قلت لنا ما نروحش، قلت لكم تروحوا معنا الوالي ما رحتوش معنا. يا رئيس الوالي على باله بالملف نديروا مراسلة على المراسلة هذه ودوك نمشيو مع بعضنا عينونا ربعة ولا خمسة. أنا هنا أنا هنا هذا المكان هذا المكان واني نستنى ديروا فوق راسه 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 ديرو